اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانيه. هنا بنجاوب السؤال اللي عرضناه الاخر فيديو كان لينا في الموضوع ده، في موضوع الاسئله والكلينيكال كيسز. وكانت حاله راجل عنده 58 سنه بيشتكي، قلنا من بينلس بلاك ستولز جات له، وبوست برانديال يعني بعد الاكل ريكرنت ابدومينال بينز، ها بقى لها 3 ايام شغاله معاه الموضوع ده. العيان ادى هيستري انه عامل جراحه من قيمه حوالي ثلاث اربع اشهر كده، لابدومينال انيوريزم. There was no history of heart disease ولا alcohol abuse ولا gastroesophageal reflux disease، مفيش history significant يعني. الاكزامينيشن قلنا لقينا soft abdomen وشويه tenderness. ال complete blood count كان normal يعني ما اثرتش جامد قوي، لسه موضوع حديث recent يعني، ما لحقش يعمل له iron deficiency anemia او غيره، موضوع البلاك ستولز ده او كده ان يكون في بلاد، لان كان الاوكلت بلاد تيست كان بوزيتيف يعني في بلاد في الستولز. فهيستري جراحي هنا، وسالنا سؤال وات ذا بيست دايجنوستيك فيرست ستيب. شوفوا عشان نبقى واضحين هنا، يمكن البعض بيفكر ادخل سيجمويدوسكوبي، ادخل لاباروسكوبي، اعمل مش عارف وكفيرست ستيب كدياجنوزيس كذا. هنا من الحالات العجيبة جدا 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 ان هي الفيرست دياجنوستيك ستيب ليها is on clinical basis اساسا، لان دي غالبا حالة اللي بعد aortic aneurysm abdominal aneurysm بيعملوا عملية، بيحصل ساعات small vessel disease ويحصل لهم حاجة اسمها inferior mesenteric artery ischemia. مش شرط اكلوجن مطلق وجنجرين وامبولا يعني، مش شرط يعني، مجرد اسكيميا بتدي اسكيميك بين زي اللي عنده جاستريك اسكيميا وبعد الاكل بيجي لهم بوست برانديال بينز، بيحصل في اماكن كثيره جدا، ها المعروفه اسمها الووتر شيد ارياز اللي بيبقى فيها البلاد فلو ضعيف، ها بيحصل لهم سام فورم اوف سمول فيسل ديزيز بالذات بعد عملياته، ويحصل لهم بالشكل ده في اللور ليفت كوادرنت والابدومن سوفت، مفيش يعني يعني ريباوند تندرنس، مفيش حاجه. دي غالبا تيبيكالي حاله اسكيميا جايه نتيجه بعد الابدومنال انيوريزم والسيرجر بتاعتها انفيريور ميزنتريك ارتي انيوريزم. دي الانجيوجرافي ما مش قوي قوي في تشخيصها زي السوبيريور ميزنتريك ارتي اسكيميا. يعني لو انا عندي superior mesenteric artery ischemia بيبان حلو قوي في الانجيوغرافي، ولكن حتى الانفيريور mesenteric artery ischemia دي ما بتبانش كويس في الانجيوغرافي، واللي اعتمادنا الرئيسي على الاعراض دي وon clinical basis. This is the first next diagnostic thing اللي هو اهم حاجه الكلينيكال basis اللي قلناها. ولذا فانا بقول هنا دي غالبا حاله inferior mesenteric artery ischemia due to low flow secondary للبوست انيوريزمال سيرجري دامج اللي بيحصل للسمول فيسلز اللي قلناه. الانجيوجرام is not as helpful as the superior mesenteric artery occlusion او ischemia, and thus diagnosis is mostly a clinical في الانفيريور mesenteric artery ischemia. والكلينيكال دياجنوز للحاله دي بيخليني اقول كلمه مهمه قوي في الموضوعات دي، اللي هو في الانتستين والكولون هنا في مناطق اسمها ووتر شيد ارياز بيبقى البلاد فلو ضعيف جدا فيها. فايه اللي بيحصل لما معينين بالذات اولد ايج بيبقى عندهم اثيروسكليروزس؟ ايه اللي حصل ده؟ سمول فيسل دي وميدل فيسل ديز اثيروما وعامله نوع من سم ديجري اوف اسكي، ماشي ممكن يكونوا ماشيين الحال بيها ومش واضحه قوي عرض. ولكن اذا جالهم اي كونديشن ثانيه، ده انا بتكلم عامه بقى عشان نفهم موضوع الاسكيم، الا ان الاسكيميك بين بالضبط زي الانجينال بين مع الحركه الوعائي مع بعد الاكل يبدا الاسكيميا تطلع ميدياتورز، يحصل بين استيميليشن بين ريسبتورز تدي بين. ولكن الشيء المهم ان انا اشوف الكلينيكال كونتكست، يعني دي كان حاله ممكن تبقى بعد السيرجري، طب ما في اسباب اخرى؟ ممكن اسباب اخرى تعمل المشاكل دي، زي ايه مثلا؟ قلنا اولد ايج بيبقى عندهم اثيروسكليروزس والبلاد فلو ضعيف، لو جالهم اي فاكتور عمل يعني اكسترا ديفيشنسي في البلاد فلو،
ده ممكن يظهر لي الاسكيميا على طول. يعني مثلا حاله هارت فيلير بيحصل ريديستريبيوشن للبلاد من جي اي تي للمور فايتال اورجانز، مايوكارديال انفاركشن واللو كارديك اوتبوت شديده منها او من سيفير اورتيك ستينوز الساعات، سيبسس يعمل فاسكولايتس ويقلل مور بلاد فلو، هيموريج شوك ريديستريبيوشن البلاد للمور فايتال اريا، كل ده ممكن ايه يؤدي ايه لميزنتريك اسكيميا جامدة جدا. ودي اما سوبيريور ميزنتريك ارتري اسكيميا اما انفيريور ميزنتريك. العيان اللي فات ده هيستري او ابدومينال اورتيك انيوريزم بيمشي اكتر مع الايه ها انه يعمل انفيريور ميزنتريك ارتري اسكيميا، فهي تيبيكال. زائد ان مفيش اي حاجه تانية، بيقولك مفيش حاجه في الهارت، قلنا كده ما عندوش واضح انفارشن قاعد قدامكم عادي، ما فيش سيبسس، ما عندوش اورتيك ستينوز، قلنا الهارت سليم. فما يعني مع وجود هيستوري اوف اوبريشن ذيس از موست لايكلي ايه الكيس دي بوست اوبراتيف انفيريور ميزنتريك ارتري اسكيميا وتحتاج جراحه، والتشخيص بتاعها زي ما قلنا ايه اون كلينيكال بيزس. ما تنتظروش الانجيوجرام ان هو يكون هو المنقذ المخلص ليكوا هنا، لا ها، ولا اللاباروسكوبي ولا كذا، لا ده اساسا كلينيكال دايجنوستس، لازم يبقى عندكم كلينيكال سنس عاليه مع الشكوى دي مع بوست اوبراتيف ها وهيستوري، ده شيء مهم جدا. فدي حالتنا النهارده، واحب اذكر الجميع ان هو بيحبوا يتابعوا الكيسز اللي هننزلها على طول وغيرها، ان اللي عاوز يجي له الاشعارات والفيديوز على طول لا يكفي السبسكريبشن، ملوش قيمه انا بقول، لانه بيدي بس حاجه واحده ان انا اقدر اكومنت على اليوتيوب. طب يعني ماشي لطيف، انا بحب الكومنتات بتاعتكم جدا بصراحه، بس في حاجه مهمه ان انا اوصل لكم ان الفيديوهات اللي عاملها والمجهود اللي تعمله يوصل لكم، ودي محتاجه مجهود منكم، انكم دلوقتي تدخل على تدوس الاحمر بحيث يبقى رماد، يبقى انت سبسكرايب او حضرتك سبسكرايب، بعدها تروح للجرس ده تدوس عليه، هيحصل ثلاثة options قدامنا all أو personalized أو نختار all، يعني جميع الإشعارات ندوس عليها يبقى الشكل ده، ده رمادي فاتح وده أسود وعليه الشرطتين، يبقى أنا كده هتجيلي notifications كل الفيديوهات إيه المشابهة بإذن الله هتوصل لكم إيه على طول. فراجعوا الحالة اللطيفة دي تاني وشوفوا ازاي الكلينيكال بيزس الى الان ليها رول كبير جدا 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 في الطب، مش مجرد بقى خلاص كل دي حالة بتتشخص كلينيكالي مثلا، النكست دياجنوستيك ثينج اللي هو الكلينيكال بيزس، مش لاباروسكوبي، مش انجيوغرافي، مش ها كانت كلينيكال ايه بيزس زي ما شفنا انفيرور ميزنتريك ارتري ايه اسكيميا. والى اللقاء مع موضوعات اخرى جديدة باذن الله، واهلا.